حر جامعة سوهاج في أسبوع في الفترة من 27 من مايو إلى 3 من يونيو 2023. قراءة رسم القلب دورة تدريبية ينظمها طلاب من أجل مصر بكلية طب سوهاج. جامعة سوهاج تمنح درجة الماجستير لباحث خارجي في الجغرافيا الاقتصادية. مجلس جامعة سوهاج يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي الطب والعلوم للتخلص من نفايات المستشفى الجامعي، ويوافق على إنشاء مبنى لكلية التمريض وللمعهد الفني للتمريض. رئيس جامعة سوهاج يكرم الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الابتكارات العلمية والهندسية تحت شعار إيد في إيد. كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج تنظم فعاليات الملتقى الترويحي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة. رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد أورنج كورنرز الهولندي لبحث سبل التعاون في مجال ريادة الأعمال. جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون البحثي المشترك مع مؤسسة فوريس الأسبانية في مجال إعادة تصنيع وتدوير المخلفات. احتفالاً باليوم العالمي للبيئة، جامعة سوهاج تنظم ندوة عن المخلفات البلاستيكية من التلوث إلى الحل. رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة من قطاع الآداب لتفعيل عدد من البرامج الجديدة